سيارتين منه لانه احنا ست اشخاص. جبل الجبل الاخضر. ايوه. هل هو بعيد من هنا؟ 250 كيلو. 250 كيلو. مو بعيد ساعتين. اي. اثنين ساعة ونص. اخذنا اوتيل قريب جدا على الجراند مول اللي هو سنتر جاكرتا. ليلة ب 298 الف روبية. هو كان ارخص اوتيل موجود في السنتر. صباح الخير، طالعين من الاوتيل ندور على مطعم ونصرف عمله. عب الحياة حلوة. رايحين على مول اسمه جراند مول اللي هو اشهر مول في جاكرتا. واخيرا لقينا ماكدونالدز وكي اف سي وبرجر كينج حلال. كله حلال. وبعد على طويل. والاكل رخيص صراحة. ارخص يعني من الصين بكثير. انا 4 طرفت 200 دولار الان ب 2 مليون و 600 الف. بعدين عندهم فئة A و B و C و C و D. الـ A اللي هي الجديدة، الـ B اللي هي الجديدة بس تكون مطهجة، الـ B القديمة، الـ C المهرية. طبعاً الأسعار مختلفة. مختلفة طبعاً. حاتي 4 مليون. مع 4 مليون. 4 مليون روبية. احنا الحيني من أصحاب الملايين، يعني بنحكيش إلا بالربع نص مليون. العملة هنا رخيصة، الحياة حلوة. كم مليون معك أبو جميل؟ معي أنا معي 2 مليون. أنا معي 2 مليون و600 ألف. الناس طيبين، الاجتماعيين. الحلو في البلد هذه إنها دولة مسلمة. واحد اثنين بحبونا، بالله بالله، بالأخص الجنسية الفلسطينية. الحين الجوال بتلزمك شريحة اتصال تتصل مع أصدقائك وزملائك أو تعمل يعني تستخدم الإنترنت. نصيحة، ما تشتروا من المكاتب الرئيسية داخل المولات الرئيسية لأنه الأسعار فيها غالي جدا جدا. فبنصحكم تشتروا من المحلات الفرعية في الشوارع، هذه اللي بتكون بتحسها أنها مش رسمية جدا، لأنه سعر فيها بكون أقل من النصف، زائد أنه بكون فيها الخدمات أفضل من اللي بتشتريها من الشركة الرئيسية. وشكرا جزيلا. زي الشاب هذا، شركة اسمها جراب، هاي اسمها جوجيك. هاي بتاخدها من خلال برنامج سوفت وير على جوالك، بحدد لك موقعك وبيجيب لك اقرب واحد. هذا جوجيك رخيصة جدا يعني بكل مكان. هاي اللي وراي جراب وجو، هذا جراب جوجيك. البلد كلياتها ماشي على النظام هذا مستقلات. طبعاً عندهم نوع ثاني كمان للمواصلات اللي هو التكاسي. في عندهم التاكسي الأسود، الأزرق، الأبيض. الأسود اللي هو أغلى إشي، الأزرق اللي هو المتوسط، والأبيض أرخص تاكسي ممكن تاخده. المواصلات عندهم رخيصة كتير. ونظام الجراب ما بضحك عليك أصلاً، ما في فرصة إنه يضحك عليك، لأنه البرنامج بحدد لك المسافة اللي أنت رايح عليها، وبحدد لك الريت اللي هي السعر. لما تيجي تحول طبعا دولار، الدولار بعطيك اكثر من سعر صرف. طبعا مصنفينه كالتالي: الدولار الجديد له سعر، الدولار القديم له سعر،
فئات العملة لها سعر، يعني إذا بدك تصرف 100 دولار بتاخذ معدل أعلى، أقل من 100 دولار بصير يتنازل أو ينزل سعر التحويل. كذلك الحال برضو ال 100 دولار حتى الجديدة، الفئة الجديدة من ال 100 دولار لما تيجي يصرفها بشيك عليها بتطلع عليها إذا كانت مطعوجة، يعني مش عدلة مش ورقة كاملة، بيعطيك سعر أقل. يعني هذه كان شيء غريب وتفاجأنا منه هان، انه احيانا بصير عمليه خداع في عمليه التحويل ما بيعطيكش المبلغ كامل. فبرضه بنصح انه لما تيجي تحول فلوسك تاخذهم عدهم بالكامل، لانه احيانا بصير انت بتتخربط، بصير معك زي تشويش. ليش؟ مبالغهم عندهم الارقام العمله عاليه جدا، يعني بتصل مليون و2 مليون ومليون و3، يعني مثلا 100 دولار بتطلع مليون و300 الف وشوي وكسور. Yeah.